بس في لبنان، إنما في كل الوطن العربي. مع صوته هنعيش أجمل لحظات، بيصحي فينا مشاعر الحنين والذكريات. أحكي لكم عن رقة خليني ذكرى، ولا عن عزوبة مشيت خلاص، ولا صدق غريبة الناس. رحبوا معايا بالنجم وائل كسار. Thank you.
عمري واحد مهما لي وفي حبك انت ازاي ما في مهما عشنا الف مرة حاول حياتي ما عشنا Thank you. ايه الجمال ده؟